السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مبارياتنا اليوم الاثنين 23 مباراة من تصفيات كأس العالم من أوروبا وأفريقيا والدوري العراقي ومباريات ودية للمنتخبات. يلا بقى شاركنا في التعليقات توقعك لمباراتك المفضلة وانتظر مننا كل جديد. ادعمنا بلايك لنستمر عشان مجهودنا ما يضيعش ويوصل لغيرك. ولو حابب تشوف قناتنا على اليوتيوب اللينك في أول تعليق على فيسبوك. ادعمنا واشترك في القناة عشان ده هيسعدنا جدا. شكرا لكم. تصفيات كأس العالم من أوروبا: أيرلندا الشمالية وإيطاليا 10:45 مساء، سويسرا وبلغاريا 10:45 مساء، النمسا ومولدوفو 10:45 مساء، جزر الفاو 10:45 مساء، اسكتلندا والدنمارك 10:45 مساء، ألبانيا وأندورا 10:45 مساء، بولندا والمجر 10:45 مساء، سان مارينو وإنجلترا 10:45 مساء. من تصفيات كأس العالم في إفريقيا: كينيا ورواندا 3:00 عصرا، ناميبيا وتوجو 3:00 عصرا، غينيا بيساو والسودان 6:00 مساء، النيجر وجيبوتي 6:00 مساء. في المباريات الودية الدولية للمنتخبات: تحت 17 سنة هولندا وجمهورية التشيك 1:00 ظهرا، منتخب أول جورجيا وأوزبكستان 4:00 عصرا، ليتوانيا والكويت 7:00 مساء، تحت 19 سنة النرويج وجمهورية التشيك 4:30 مساء، تحت 20 سنة البرتغال وألمانيا 5:00 مساء. من الدوري العراقي: الصناعة والشرطة 1:30 ظهرا، الديوانية ونفط الوسط 1:30 ظهرا، نفط ميسان والكرخ 1:30 ظهرا، سامراء والميناء 2:45 ظهرا، أربيل ونفط البصرة 3:30 عصرا، الطلبة والنفط 5:30 مساء. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معنا النهارده اليوم الاثنين. نتمنى تكون الفقره خفيفه على قلبكم، نتمنى انكم تدعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم جدا على الدعم.